بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهج علوم سنة رابعة ابتدائي الترم الثاني، المنهج الجديد. ويلا بينا كده يا سنة رابعة. وصلنا مع بعض عند الوحدة الثالثة، الطاقة والوقود، وكنا خدنا اول درس فيها. تعالوا كده يلا هنتنقل للنشاط رقم 5. من اين تأتي الطاقة التي نستخدمها والى ماذا تتحول؟ ركز معايا كده. الشرح بتاعنا ان شاء الله احنا هنشرح من كذا ملخص. يعني احنا هنا استخدمنا ملخص اهوت، بعد شوية ممكن اجيب لك ملخص تاني، هوفر عليك ملخصات كتير. يعني انت ان شاء الله هتجمع معلوماتك من كذا ملخص، بدل ما تروح تتكلف وتشتري ملخصات كتير، لا انا ان شاء الله هجيبهم لك لحد عندك هنا. بس ركز معايا واحدة واحدة. وكمان هندعم الفيديوهات بتاعتنا بفيديوهات خارجية، يعني حاجات مثلا متعلقة، فيديوهات تعليمية تدعم المعلومة كمان. يعني اللي تابع معانا الدرس اللي فات هتلاقونا دخلنا فيه شكل الساقية الحقيقية، شكل فيديو، شكل الشلالات، شكل السدود، الحاجات دي كلها ارجع شوفها، حاجات مشوقة للطالب وبتخليه يشوفها على الحقيقة كمان. فيلا بينا كده نكمل. هنا بقى بيقول لك من اين تأتي الطاقة التي نستخدمها وماذا تتحول؟ سلاسل الطاقة. نتكلم بقى عن سلاسل الايه؟ الطاقة. بيقول لك تعتبر الشمس هي المصدر الرئيسي للطاقة على سطح الارض، زي ما اتفقنا ان الشمس دي هي المصدر الرئيسي لام الطاقات، هي ام الطاقات الشمس دي. كل الطاقات متاخدة من الشمس، يبقى اذا الشمس دي هي المصدر الرئيسي لمعظم الطاقات على سطح الارض. طب هل فكرت كيف تصل طاقة الشمس الى الاجهزة التي نستخدمها كل يوم؟ طب يا مستر طاقة الشمس دي انا بستخدم كل يوم مثلا المحمول، طب ازاي طاقة الشمس دي بتوصل للمحمول اللي انا ماسكه في ايدي؟ ازاي طاقة الشمس دي بتوصل للغسالة اللي انا بغسل عليها هدومي؟ ازاي طاقة الشمس دي بتوصل للتلفزيون؟ ازاي؟ تعالى كده كل ده هنشوفه دلوقتي. يبقى هنا بتتنقل طاقة الشمس دي للأجهزة اللي بنستخدمها عن طريق حاجة اسمها سلاسل الطاقة. سلاسل ايه؟ الطاقة. طب ايه هي سلاسل الطاقة دي؟ هي سلاسل توضح مسار الطاقة، مسار دي يعني طريق الطاقة، مسار الطاقة من الشمس الى الأجهزة المختلفة. يبقى هي سلاسل بتوضح مسار الطاقة من الشمس، الشمس دي بدايتها هي الشمس، يبقى الطاقة دي خارجة منين؟ من الشمس، طاقة ضوئية، لغاية ما توصل للأجهزة المختلفة. طب تعالى كده ناخد أمثلة على سلاسل الطاقة ديت، ركز معايا كده بالراحة. عندك أول سلسلة، عندي مثال الأولاني، سلسلة الطاقة عند تناول الطعام. لما بنيجي ناكل أكل اللي بيحصل؟ الشمس بتصدر طاقة إيه؟ بتصدر طاقة ضوئية، تمام. الطاقة الضوئية ديت النبات بياخدها عشان يعمل بها عملية بناء ضوئي، فبيحولها لطاقة كيميائية. يبقى إذا الطاقة الضوئية اللي خارجة من الشمس بتتحول، أو النبات بيكون بتحولها إلى طاقة كيميائية أثناء عملية البناء الضوئي. طيب الطاقة الكيميائية عند الاحتراق بتتحول ليه؟ بتديني طاقة حرارية، لأن النبات ده مش هو هيطلع لي شجرة زي ما خدنا الدرس اللي فات. الشجر ده لما بحرق الخشب بتاعه، ما هو الخشب ده فيه طاقة كيميائية مختزنة، لما بحرق الطاقة الكيميائية دي بتتحول لطاقة حرارية. طب الطاقة الحرارية اللي خارجة ديت هتتحول لطاقة حركية، الطاقة الحرارية تتحول إلى طاقة حركية. يبقى إذا هنا دي عند تناول الطعام، لما بنيجي ناكل الأكل، مش أنت لما بتاكل بيبقى عندك طاقة فبتقوم تتحرك، تمام. يبقى إذا هنا الطاقة اتنقلت اهي من الشمس لغاية ما اتحولت لطاقة حركية. طب هنا بص كده، مثال التاني، عندي سلسلة الطاقة عند تسخين إناء به ماء. لما أجي أسخن حلة فيها مية أو كوباية فيها مية، إيه اللي بيحصل؟ أما أجي أعمل شاي مثلا، بصب مية في البراد وأحطه على البوتاجاز يغلي. هنا بقى إيه اللي بيحصل لما باجي أسخن إناء به ماء؟ سلسلة الطاقة هنا إيه؟ هنقول له برضو الشمس هي المصدر الرئيسي إيه؟ يبقى الشمس طاقة إيه؟ طاقة نووية. الطاقة بتاعت الشمس دي طاقة نووية، لأن طبعا بيبقى فيها انفجارات هيليوم، فبتبقى الطاقة فيها طاقة نووية. عندك كم الطاقة الشمسية دي بتصدر طاقة ضوئية زي ما اتفقنا، بتديني ضوء. الضوء ده بيتحول، النبات بيحوله إلى طاقة كيميائية، اللي هو بقى النبات ده عبارة عن أشجار وغيره. يبقى الخشب بتاع الشجر ده كله طاقة كيميائية مختزنة فيه. الطاقة الكيميائية دي لما باجي احرق الخشب ده، يبقى عند احتراقه بيديني طاقة حرارية. الطاقة الحرارية ده هي هستخدمها في تسخين الماء والإناء. ما احنا لما بنولع النار بنحط المية، تلاقي المية بدأت تسخن، يبقى إذا تستخدم في تسخين الماء والإناء. طب عندي كمان مثال تالت، عندك سلسلة الطاقة في مجفف الشعر اللي هو السشوار، وخدناه المرة اللي فاتت. عندك السشوار بتاع الشعر ده الشمس طاقة نووية، بتصدر عنها طاقة ايه؟ طاقة ضوئية. جميل يا مستر. الطاقة الضوئية بتتحول الى فحم. خلاص كده الفحم ده
فقلبه طاقة ايه؟ كيميائية مختزنة. ما هو الفحم ده يعني اصله خشب، اخشاب، واتحرقت، حصل لها عملية تحول فتحولت لفحم، خلاص. فهنا الطاقة كيميائية مختزنة في الاخشاب او في الفحم. عندك بتستخدمه في ايه بقى؟ او بنستخدم الطاقة الكيميائية دي او الفحم ده في ايه؟ في محطة توليد الطاقة اللي هي طاقة حركية وحرارية. طاقة حركية وايه؟ وحرارية، لان محطة التوليد دي بيبقى فيها دينامو. الدينامو ده بيتحرك، ماشي، والحركة دايما بينتج عنها حرارة، جزء منها بيبقى بيفقد في طاقة في صورة طاقة حرارية. يبقى اذا هنا محطة توليد الكهرباء بتستخدم الفحم ده في توليد الكهرباء، يبقى اذا هنا طاقة حركية وحرارية. بتولد لي ايه بقى؟ بتولد لي طاقة كهربائية. ما المولدات اللي في محطة توليد الكهرباء دي بتديني طاقة كهربائية. طب الطاقة الكهربائية دي هنستخدمها في تشغيل ايه؟ قال لك هتستخدم في تشغيل مجفف الشعر اللي هو السشوار بقى. يبقى طاقة حرارية، هو لما بنوصله بالكهرباء بيديني حرارة وفي نفس الوقت كمان بيديني صوت، لان له صوت، خلاص. يبقى اذا هنا عشان اشغل مجفف الشعر، شفت الرحلة بتاعته الطويلة، يبقى الشمس طاقة نووية تصدر ضوء، الضوء بيتحول الى فحم، الفحم ده طاقة كيميائية. الطاقة الكيميائية بتستخدم محطات توليد الكهرباء أو محطات توليد الطاقة، طاقة حركية وحرارية. الطاقة الحركية والحرارية دي بتولد لي طاقة كهربية. الطاقة الكهربية بتشغل لي مجفف الشعر اللي هي طاقة حرارية وصوتية. طيب بيقول لك لاحظ رقم واحد، يخزن النبات الطاقة الكيميائية في صورة مواد سكرية. يبقى النبات لما بيجي يخزن الطاقة الكيميائية ما بيخزنهاش طاقة كيميائية زي ما هي كده، كيمياء كده زي ما هي، لا، بيخزنها في صورة مواد ايه؟ مواد سكرية. لانه اصلا لما بيجي بيعمل عملية البناء الضوئي، عملية البناء الضوئي دي بينتج عنها غاز الاكسجين وبينتج عنها الغذاء بتاع النبات. الغذاء بتاع النبات ده عبارة عن ايه؟ سكر، سكريات ونشويات. يبقى هنا مواد سكرية، يبقى هنا بيخزن النبات الطاقة الكيميائية في صورة مواد ايه؟ سكرية. رقم اتنين، لابد ان تتسرب بعض الطاقة اثناء انتقالها في سلسلة الطاقة، والطاقة ماشية في السلسلة كده في بعض الطاقة بتتسرب. رقم تلاتة، تتسرب معظم الطاقة المفقودة في صورة حرارة ناتجة عند الاحتكاك. معظم الطاقة اللي بتفقد اهي بتتسرب في صورة طاقة ايه؟ حرارية، اغلبها بتتفقد في شكل حرارة. يبقى تاني، يبقى معظم الطاقة المفقودة بتتسرب في شكل ايه؟ هنقول له في صورة طاقة حرارية ناتجة عن الاحتكاك. طب عندي رابع حاجة، الطاقة لا تفنى ولكنها تتحول فقط من صورة لاخرى. مفيش حاجة اسمها طاقة تنتهي، لا، الطاقة ما بتفناش، ولكن هي كل الحكاية ان انا بحولها من صورة الى صورة اخرى، خلاص. يبقى خلي بالك من الملحوظات دي. يبقى النبات بيخزن الطاقة الكيميائية في صورة مواد ايه؟ سكرية. بتتسرب بعض الطاقة أثناء انتقالها في السلسلة. معظم الطاقة لما بتتسرب بتتسرب في صورة طاقة حرارية نتيجة الاحتكاك. الطاقة لا تفنى ولكنها تتحول من صورة إلى أخرى. طيب نكمل. طيب عندي بعد كده يقول لك إيه، الطاقة والأجهزة التي نستخدمها في حياتنا اليومية. ركز معايا كده، كل الأجهزة اللي احنا بنستخدمها بيكون لديها طاقة داخلة اللي احنا بنسميها مدخلات، وطاقة ناتجة اللي احنا بنسميها مخرجات. يبقى اذا كل الاجهزة اللي احنا بنشغلها فيها نوعين اتنين من الطاقة، في طاقة داخلة وطاقة خارجة. الطاقة الداخلة دي بنسميها مدخلات، والطاقة الخارجة دي بنسميها مخرجات. يبقى في طاقة داخلة وطاقة ناتجة. طيب فمثلا تعالى كده، بيقول لك المدفأة الكهربائية، احنا في الشتاء بنشغل المدفأة عشان نتدفى. المدفأة دي انت بتشغلها ازاي؟ بتحط الاول الفيشة في الكهرباء، يبقى اذا هنا بتحول للطاقة الكهربائية. يبقى الطاقة اللي داخلة هنا طاقة ايه؟ كهربائية. يبقى دي بنسميها طاقة داخلة. بتحول للطاقة الكهربائية دي الى طاقة حرارية، مش المدفأة بعد شوية بتدفي المكان وبتديني حرارة. يبقى اذا الطاقة الكهربائية الداخلة دي بتتحول لطاقة حرارية اللي احنا بنسميها خارجة او ناتجة. طب للتعرف على مزيد من تحولات الطاقة في الأجهزة، تعالى كده نشوف الجدول اللي هو مديهولي ده. يلا كده، رقم واحد، بيقول لي الجهاز عندي المصباح الكهربي، وظيفته ايه؟ بينور لي المكان، يبقى اذا وظيفته الإضاءة. صورة الطاقة المدخلات، الطاقة اللي داخلة له عشان الكهرباء المصباح محتاج ايه؟ محتاج كهرباء، يبقى اذا الطاقة كهربائية. والمخرجات بينور، يبقى بيديني طاقة ضوئية وحرارية. طيب عندي رقم اتنين، المكواة الكهربائية، المكواة اللي بنكوى بها هدومنا، وظيفتها كي الملابس. صورة الطاقة المستخدمة او المدخلات كهرباء. طب والمكواة بتعمل ايه لما بنوصلها بالكهرباء؟ بتديني حرارة، يبقى اذا طاقة حرارية. عندي بعد كده رقم تلاتة، المروحة بتاعت اليد، مروحة وظيفتها تحريك الهواء. الصور اللي داخلة قال لك المروحة ديت. طب عندي رقم خمسة، ساعة تعمل بالبطارية.
الساعة طالما شغالة بالبطارية وظيفتها ايه؟ الساعة معرفة الوقت. طب طالما بطارية يبقى الطاقة اللي داخلة فيها طاقة ايه؟ أي بطارية يا مستر بتتشحن بالكهرباء، يبقى إذا طاقة. طالما بطارية يبقى هنا الطاقة اللي داخلة هنقول له طاقة كيميائية. طالما بطارية ساعة هتعمل بالبطارية، الساعة وظيفتها ايه؟ معرفة الوقت. طالما قال لي بطارية وانت مغمض يبقى الطاقة اللي فيها طاقة كيميائية. الطاقة الكيميائية اللي في البطارية ديت هتتحول لطاقة ايه؟ المخرجات هتبقى طاقة حركية. طب عندي بعد كده سيارة لعبة تدار بالزنبرك. السيارة اللعبة اللي بتدار بالزنبرك هنا وظيفتها ايه؟ الوظيفة بتاعتها هتبقى الحركة، السيارة اللعبة دي بتتحرك. إيه وانا بشحن الزنبرك بتاعها كده يبقى دي طاقة وضع، بمجرد ما اسيبها تتحول طاقة الوضع دي لطاقة ايه؟ حركة، هتبدأ السيارة تتحرك، يبقى هنا حركية. عندي المبراية بتاعة القلم الرصاص اللي هي البراية، البراية وظيفتها بري القلم. المدخلات فيها هنا ايه؟ المدخلات في البراية ايه؟ هنقول له هنا طاقة طاقة حركية، مش وانت بتبري بتلفف البراية في ايديك، اه يبقى طاقة حركية بتتحول لطاقة ايه؟ لطاقة حرارية. خلاص كده؟ طيب بيقول لك ايه بقى، ركز معايا كده. مفهوم خاطئ، قد تعتقد ان بعض الطاقة تفقد عند تحولها من صورة لأخرى. الطاقة وهي بتتحول من صورة لأخرى ما بتفقدش، في ناس متخيلة إن الطاقة دي ممكن تخلص أو تنتهي لما بتيجي تتحول من صورة لأخرى، ولكن في الحقيقة يحدث لها تغير وتتحول لصورة أخرى بسبب المقاومة أو الاحتكاك. هي كل الحكاية بس إن بيحصل لها تغير من صورة لصورة تانية. طيب بيقول لك إيه بقى، إن استخلص من هنا من الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. لا تفنى يعني ما بتخلصش، ولا تستحدث من العدم يعني مش حاجة أنا هخترعها جديدة ما كانتش موجودة، لا هي أصلا الطاقة موجودة. يبقى إذا الطاقة لا تفنى يعني ما بتخلصش، وفي نفس الوقت لا تستحدث من العدم يعني ما كانتش حاجة مش موجودة وأنا اخترعتها، لا هي الطاقة موجودة. طيب تعالى برضه هنعرض من ملخص تاني اهو، برضه ركز معايا كده، انا عمال اعرض لك من كذا ملخص اهو عشان المعلومه توصل لك بسهوله. سلاسل الطاقه اللي احنا لسه واخدينها دلوقتي اهو يا مستر، سلاسل الطاقه. تعالى يلا، بيقول لك ايه، اختر الاجابه الصحيحه. ركز كده، عندما نلعب بهذه اللعبة نستخدم طاقة ايه؟ اللعبة اللي قدامي دي مرجحة يا ارجوح. هنا الطاقة المستخدمة طاقة ايه؟ هنا طبعا حركية ولا كهربية؟ هنا طاقة حركية. رقم اتنين، لتشغيل هذا الجهاز نستخدم طاقة ايه؟ حركية ولا كهربية؟ طبعا دي المروحة، مروحة السقف ايه؟ هنا بستخدم طاقة عشان المروحة تتحرك محتاجة طاقة ايه؟ طبعا محتاجة طاقة كهربية عشان الكهرباء تتحرك. طيب تعالى يلا بقى، هنا هناخد سلاسل الطاقة، سلاسل الايه؟ الطاقة. ركز معايا كده بالراحة، بيقول لك اغلب صور الطاقة اللي بنستخدمها قلنا بتنتج منين؟ من الشمس. لمعرفة كيف تصل الطاقة من الشمس الى الاجهزة التي نستخدمها نقوم برسم حاجة اسمها سلاسل الطاقة اللي بتظهر مسار الطاقة من الشمس وصولا الى الاجهزة. ازاي؟ تعالى كده، سلسلة الطاقة لعملية تناول الطعام، مثلا هتناول برتقال، ايه هي سلسلة الطاقة بتاعتها؟ ركز كده في الصور دي. أول حاجة يبقى تنتج الطاقة من الشمس وتصل إلى الأرض في صورة ضوء أهي. بعد كده مين اللي ياخد طاقة الضوء ديت؟ قال لك النباتات زي قدامنا هي في الشجر، الشجر اللي قدامنا ده ياخد الطاقة الضوئية دي. تحول شجرة البرتقال الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية وتختزن في صورة مواد إيه؟ مواد سكرية. تمام. رقم ثلاثة، عندما نتناول البرتقالة فإن جسمك يستخدم الطاقة الكيميائية لتحرك. أنت بعد كده بتاخد أنت البرتقالة دي تاكلها، فالطاقة الكيميائية هنا المختزنة في صورة مواد سكرية اتنقلت لجسمك فبتمدك بالطاقة، يبقى الطاقة اتنقلت من الشمس ليك عن طريق سلسلة ايه؟ طاقة. طيب نكمل. طب بص كده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك سلسلة صور الطاقة لتسخين إناء به ماء على النار. تعالى كده، سلسلة صور الطاقة لتسخين إناء به ماء على النار. حلة محطوطة على النار، عشان نسخن الحلة دي ايه اللي هيحصل؟ ركز معايا، هنا الشمس طاقة نووية، الطاقة النووية بتاعت الشمس هتتحول لطاقة ايه؟ ضوئية. الطاقة الضوئية هتاخدها بتبقى الأشجار والأخشاب، ماشي كده، الشجر ده بيحول الطاقة الضوئية دي بعملية البناء الضوئي لطاقة كيميائية، الطاقة الكيميائية دي بتتحول لطاقة حرارية. بعد كده الطاقة الحرارية ديت بقى هي اللي بتسبب ان الإناء والمية اللي فيه بتسخن، تمام كده، بوصل الطاقة الحرارية. طيب عندي بعد كده، ركز معايا كده بالراحة، عندك سلسلة تانية اهي اللي هي محطات توليد الكهرباء. عندك بعد كده محطات توليد الكهرباء، تصل الكهرباء إلى المنازل من محطات توليد الكهرباء والتي تعمل بأكثر من مورد للطاقة. هي الكهرباء بتوصل لنا ازاي؟ قال لك الكهرباء بتوصل لنا، عندك مثلا
محطات توليد كهرباء تعمل بالفحم أو الغاز الطبيعي. في محطات بتشتغل بالفحم أو بالغاز الطبيعي. محطات توليد كهرباء تعمل بالطاقة النووية، يبقى في محطات توليد كهرباء بتعمل بالطاقة الايه النووية. محطات توليد كهرباء تعمل بالطاقة المائية، في محطات بتشتغل بالطاقة المائية. محطات توليد كهرباء تعمل بالرياح، وفي محطات توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية. يبقى ركز في دول قوي، يبقى في محطات بتشتغل بالفحم أو الغاز الطبيعي، محطات تعمل بالطاقة النووية، محطات تعمل بالطاقة المائية، محطات تعمل بالرياح، محطات تعمل بالطاقة الشمسية. طيب عندي بعد كده سلسلة الطاقة لاستخدام مجفف الشعر في حالة عمل محطة توليد الكهرباء بالفحم. لو احنا بقى هنستخدم محطة توليد الكهرباء بالفحم عشان السشوار ده يشتغل، ايه اللي هيحصل لغاية ما الكهرباء توصل للسشوار؟ ركز كده. تحصل الأشجار على الطاقة الشمسية الصادرة من الشمس، يبقى الشجر بياخد الطاقة الشمسية اللي جاية من الشمس. بعد كده يتكون الفحم بعد ملايين السنين من بقايا الأشجار. الشجر ده لما بيندفن ويقعد سنين طويلة، ملايين السنين، بيتحول لفحم. بعد كده يستخدم الفحم في محطة توليد الكهرباء على شكل طاقة كيميائية. محطة توليد الكهرباء بقى تيجي تاخد الفحم ده اهو، ماشي، وتستخدمه على شكل طاقة ايه كيميائية. بعد كده يتم حرك الفحم في محطات توليد الكهرباء فتنتج طاقة حرارية تتحول في المحطات إلى طاقة كهربية. يبقى لما بيتم حرق الفحم ده بينتج لطاقة ايه حرارية. الطاقة الحرارية دي بتتحول لطاقة ايه بقى كهربية. عندي بعد كده تصل الطاقة الكهربية إلى مجفف الشعر عن طريق سلك كهربي مصنوع من النحاس. يبقى الطاقة الكهربية بتوصل لمجفف الشعر عن طريق ايه؟ هنقول له سلك كهربي. السلك ده مصنوع منين؟ مصنوع من النحاس، اللي هي بقى السلك اللي قدامك اللي هي خارجة من محطة توليد الكهرباء لغاية ما توصل للبيوت. تمام. طب يبقى إذا هنا تلخيص السلسلة هنا بتاعت الطاقة بتاعت الشعر عشان يشتغل. ركز معايا. يبقى الشمس يخرج عنها طاقة ضوئية، الطاقة الضوئية هتبقى مختزنة في الفحم في شكل طاقة كيميائية، الطاقة الكيميائية محطة توليد الكهرباء بتاخد الفحم ده وتعمل له عملية احتراق فبيتحول لطاقة حرارية وحركية. عندي بعد كده بينتج عنه طاقة كهربية، الطاقة الكهربية بقى هتوصل لمجفف الشعر عبر الأسلاك من النحاس فهيديني حرارة وصوت. طب يبقى إذن نلاحظ ايه بقى؟ بيقول لك ان في سلاسل الطاقة لا تصل كل الطاقة الداخلة الى الجهاز، مش كل الطاقة اللي جاية بتوصل للجهاز. يعني مثلا الكهرباء لو انا هستخدمها عشان اشغل السشوار، مش كل الكهرباء دي بتدخل، او مش كل الطاقة اللي داخلة دي بتدخل للجهاز المستخدم او تستخدم كما نريد. تتسرب بعض الطاقة في هيئة صور اخرى، يعني مش كل الكهرباء اللي داخلة للسشوار بتستخدم كهرباء، لا، في بعض الطاقة منها او جزء منها بيتسرب في هيئة صور أخرى. معظم الطاقة المفقودة تتصرف في صورة طاقة حرارية. معظم الطاقة اللي بتتفقد بتبقى في شكل إيه؟ حرارة نتيجة الاحتكاك. طيب تعالى كده يجي يقول لك اختبر عقلك، ركز معايا هنا. يقول لك أكمل سلسلة الطاقة. تشغيل جهاز التلفزيون في حالة عمل محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية. هنا المحطة تشتغل بالطاقة الإيه؟ الشمسية. يبقى الشمس هينتج عنها طاقة إيه؟ هنقول له ضوئية. الطاقة الضوئية هتستخدمها محطة توليد الكهرباء، ماشي كده، فهتديني طاقة حرارية وحركية. طاقة حرارية وإيه؟ وحركية. طيب الطاقة الحرارية والحركية هتدور لي المولدات فهتديني طاقة كهربائية. الطاقة الكهربائية دي بقى لما أوصل بيها التلفزيون هيديني إيه؟ هيديني أولا طاقة ضوئية، هيديني كمان إيه؟ التلفزيون له صوت، يبقى هيديني طاقة صوتية. هيديني كمان إيه؟ قال لك هيديني طاقة حرارية، لأن التلفزيون بعد شوية هيسخن، تمام كده، من كتر اشتغاله بالكهرباء، هيديني طاقة حرارية. طيب عندي بعد كده الطاقة والأجهزة المستخدمة في حياتنا. ركز معايا كده بالراحة. بيقول لك إيه؟ بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة. يحول المصباح الكهربي الطاقة الكهربية الداخلة له إلى طاقة ضوئية وحرارية. هل الطاقة الحرارية الناتجة من المصباح مهمة ومفيدة؟ الطاقة الحرارية اللي بتنتج عن المصباح دي مهمة ومفيدة؟ لا، يبقى لا، مش مهمة ولا مفيدة. طب انا المصباح الهدف منه ان انا باخد منه ضوء بينور لي، لكن الحرارة هنا بالنسبة لي مش مهمة، يبقى اذا هنا مش مفيدة. يحول مجفف الشعر الطاقة الكهربية الى طاقة حرارية وطاقة صوتية.
هل الطاقة الصوتية الناتجة عن المجفف مهمة ومفيدة؟ الصوت بتاع المجفف بتاع السشوار ده مهم بالنسبة لي؟ لا بالعكس، ده بيعمل له صداع، يبقى إذن نعم ولا لا؟ هنقول له لا طبعا مش مهم. طب فهنا بقى بيقول لك إيه؟ تحليل طريقة عمل الأجهزة، إزاي بقى الأجهزة دي بتشتغل؟ سوف نتعرف على الطاقة المستخدمة والطاقة الناتجة في الأجهزة المتنوعة عن طريق الخطوات الآتية. رقم واحد، حدد الطاقة الداخلة إلى الجهاز عن طريق معرفة الأدوات المطلوبة لتشغيله. يبقى هنحدد أول حاجة الطاقة الداخلة للجهاز. رقم اتنين، حدد الطاقة الخارجة من الجهاز عن طريق معرفة الهدف من الجهاز وتحليل طريقة عمله. يبقى هنحدد الطاقة اللي داخلة والطاقة اللي خارجة. طب مثال، تعالى كده ناخد المثال ده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك لنقم بفحص المصباح الكهربي. بص كده معايا على المصباح الكهربي اللي قدامنا ده، فيما يستخدم المصباح الكهربي؟ هنقول له نستخدمه لإضاءة المنازل، يبقى المصباح ده بستخدمه عشان أنور بيه البيت. ما الواجب توفره لكي يعمل المصباح؟ إيه اللي لازم يبقى موجود عشان اللمبة دي تقيد؟ يجب توفر الكهرباء، لازم يبقى فيه كهرباء، لو النور قاطع اللمبة مش هتقيد. هل ينتج عن تشغيل المصباح الكهربي طاقة ضوئية فقط؟ أم أن هناك صور أخرى للطاقة يتم إهدارها؟ ينتج عن تشغيل المصباح طاقة حرارية أيضا، يبقى بجانب الطاقة الضوئية تلاقي اللمبة بعد شوية تسخن كده وتطلع حرارة، يبقى إذا بينتج طاقة حرارية. ولذلك ينصح بعدم ملامسة مصباح مضيء، ما ينفعش تبقى لمبة تكون أيدة وتيجي تلمسها بإيدك، ليه؟ هتلسعك لأنها بيبقى سخنة، بتبقى فيها حرارة. طيب نكمل. يجي يقول لي بعد كده اكمل الجدول التالي بما تعرفه عن الطاقه المستخدمه والناتجه لكل جهاز. هنا المصباح الكهربي زي ما قلنا وظيفته الاضاءه، هنا من كهربيه لضوئيه وحراريه. المروحه تحريك الهواء ديت من كهربيه الحركيه. ساعه الحائط بالبطاريه من كيميائيه الى حركيه. المصباح اليدوي الاضاءه ومن كيميائيه اللي هي البطارية، لأن المصباح اليدوي بيشتغل بالبطارية، يبقى المصباح اليدوي هتقول له منطقة كيميائية لأنه شغال بالبطارية إلى طاقة ضوئية وحرارية. عندي بعد كده سيارة لعبة مزودة بشريط سحب، تستخدم في اللعب والسباقات، دي منطقة وضع لطاقة حركة. جرس يد هنقول له التنبيه عن طريق إصدار صوت، دي من حركية لصوتية، يبقى جرس اليد دي من حركية لصوتية. مصباح طاولة وظيفته الإضاءة، ده هنقوله من كهربية لضوئية وحرارية. عندي بعد كده فرن الغاز طهي الطعام، ده من كيميائية اللي هو غاز طبيعي إلى حرارية. عندي بعد كده المكوى، المكوى وظيفتها كي الملابس، دي من كهربية الحرارية. السخان الشمسي وظيفته تسخين المياه، ودي من شمسية إلى حرارية. هنا بعض مدخلات الطاقة، بعض المدخلات بتاعة الطاقة قد تهدر في صور أخرى مثل الطاقة الحرارية الناتجة عند تدوير مبرات قلم رصاص نتيجة الاحتكاك. يبقى هنا وأنا ببري القلم الرصاص بينتج عن الحركة دي الطاقة حرارية، الطاقة الحرارية دي هي الطاقة المهدرة هنا. خلاص كده، يبقى الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. طيب قلت لك مش هتحتاج لأي ملخص خالص بإذن الله، بس ذاكر معايا. هنا أنا جايب لك جدول بيوضح بعض الأجهزة وظيفتها وصور الطاقة المستخدمة والناتجة منها. ركز كده معايا. المصباح الكهربي هنا وظيفته هي الإضاءة، الطاقة الداخلة الكهربية إلى الناتجة هتبقى الحرارية والضوئية. عندك بعد كده الماتور اللي هو المحرك الكهربي، الاتنين بمعنى واحد. هنا الحصول على حركة دي وظيفته، من بيحول منين لمنين؟ الداخلة كهربية والخارجة حركية. الدينامو اللي هو المولد الكهربي، ده الحصول على الكهرباء، ده من طاقة إيه لطاقة إيه؟ الطاقة الداخلة فيه الحركية والمغناطيسية، والطاقة الناتجة هتبقى الكهربية. طيب عندي بعد كده الدراجة، الدراجة وظيفتها الانتقال، دي منين لمنين؟ هنقول له الطاقة الكيميائية المختزنة داخل جسم الإنسان. خلاص كده، في الدراجة طاقة كيميائية مختزنة داخل جسم الإنسان بتحول لطاقة حركية اللي هي عن طريق دفع البدان. طب المكوى الكهربية وظيفتها كي الملابس، دي بتحول من كهربية إلى حرارية. التلفزيون هنا وظيفته نقل الصوت والصورة، تمام كده. طيب من كهربية إلى صوتية وضوئية. المدفأة الكهربية هنا وظيفتها التدفئة، دي بتحول من كهربية لحرارية. المروحة أو مروحة اليد، الاتنين بمعنى واحد لما يجيبهم لك، هي نفس الفكرة، هتقول له تحريك الهواء صيف، بتحول منين لمنين؟ من كهربية لحركية. طب عندي بعد كده ساعة صغيرة ببطارية،
وظيفة الساعة معرفة الوقت، بتحول من ال ايه هتقول له من كهربية الى حركية. طب عندي بعد كده ساعة صغيرة ببطارية، وظيفتها معرفة الوقت، هنقول له هتحول من ال منين؟ طالما قال لي هنا ببطارية، يبقى هنا بقى هتبقى طاقة كيميائية، هنا يعني ايه مش من كهربية، بقى هتبقى كيميائية الحركية. سيارة لعبة بشريط سحاب، طبعا وظيفتها لعبة الأطفال، دي الطاقة فيها مختزنة مرونية، اللي هي الطاقة المختزنة المرونية ديت اللي هي طاقة وضع يعني. يبقى خلي بالك طاقة الوضع هي نفسها الطاقة المختزنة المرونية، بتحول من الطاقة المختزنة المرونية لطاقة حركية. جرس يد ماشي، وظيفته التنبيه، ده بيحول من حركية، لأن الجرس أنا بضربه بإيدي زي الجرس اللي بقى في العجلة ده، فهنا يبقى من حركية لصوتية. خلاص كده؟ طيب نكمل. هناخد بعد كده بقى حفظ الطاقة. أنت تعرف أن الطاقة يمكن أن تتغير وتتحول باستمرار من صورة لأخرى، يبقى احنا عرفنا أن الطاقة ممكن نحولها من صورة لصورة تانية، ولكن هل تختفي الطاقة أو تفنى؟ الطاقة هنا بقى ممكن تختفي أو تفنى؟ ادرس الأمثلة التالية التي توضح تحولات الطاقة ثم استنتج هل الطاقة تفنى؟ تعالى كده ناخد أمثلة لتحولات الطاقة، ركز معايا كده بالراحة. هنا بص كده معايا على المثال الأولاني، بيقول لك إيه؟ بيقول لك عند ركوب الدراجة، لما تيجي تركب عجلة زي اللي قدامنا في الصورة دي، هنا الطاقة الكيميائية اللي هي الطعام دي مدخلات، دي موجودة في جسمك، تمام كده؟ انت جسمنا فيه طاقة كيميائية في شكل طعام، دي المدخلات بتتحول إلى طاقة إيه؟ حرارية. خلاص كده؟ الطاقة الحرارية ديت الأكل ده بيحصل له عملية احتراق، فهنا ينتج عنه طاقة حرارية. الطاقة الحرارية دي بتتحول لطاقة حركية اللي هي تحريك قدمك للبدال. الطاقة الحركية دي بتتحول إلى طاقة حرارية ناتجة عن احتكاك الإطار بالأرض، ودي بقى المخرجات. خلاص كده؟ طيب الكاوتش بتاع العجل لما يحتك بالأرض وهي ماشية بيديني طاقة حرارية. طيب عندي بعد كده مثال تاني، بيقول لك إيه؟ عند تشغيل المصباح الكهربي، الطاقة الكهربية هي المدخلات بتتحول لإيه؟ لطاقة ضوئية، دي مخرجات، وطاقة حرارية برضو مخرجات. طيب يقول لك من الأمثلة السابقة تلاحظ إن رقم واحد، إن الطاقة قد تتحول من صورة لأخرى ولكنها لا تفنى، يعني لا تختفي. رقم اتنين، طاقة المدخلات تساوي طاقة المخرجات، يعني اللي داخل يساوي اللي خارج، مش أقل منه ولا أكبر منه. رقم تلاتة، الطاقة لا تستحدث من العدم، يعني لا تأتي من لا شيء، هي أصلا الطاقة موجودة محدش اخترعها. عندي بعد كده يجي يقول لك قانون بقاء الطاقة، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن يمكن تحويلها من صورة لأخرى. طب السؤال الأولاني يجي يقول لي ما المقصود بقانون بقاء الطاقة؟ أقول له الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكنها تتغير من صورة إلى صورة أخرى. طب السؤال الثاني، أذكر صور الطاقة المختلفة عند تشغيل مصباح كهربي. طب إيه صور الطاقة يا مستر المختلفة لما باجي أشغل المصباح؟ احنا عارفين ان المصباح بيحول الطاقة الكهربية لطاقة ضوئية وحرارية،